مساء الخير، زيارة هذا المساء يتوجه إلى إيران لنفهم ماذا يحصل في إيران حتى ينتج هذا المزاج الجديد الذي قد يؤدي أو أدى أو خلف الكواليس إلى هذا الاتفاق الذي يوصف بالتاريخي مع العالم. معنا في هذا المساء الصحفي المتخصص جدا بالشؤون الإيرانية الأستاذ نجاح محمد علي. أهلا بك أستاذ نجاح. أنت أيضا متخصص بالشأن الإيراني. في طبعا التفصيل الكبير الذي حدث هو الانتخابات التي أدت إلى وصول حسن روحاني، دكتور حسن روحاني، رئيسا للجمهورية الإيرانية. البعض اعتبر أنه القرار بالنهائي في يد المرشد، وأنه حسن روحاني يدير ما مسموح له أن يدير، لكن فوجئنا بأنه أهم ملف له علاقة بالعالم والملف النووي أصبح في يد الرجل، أصبح في يد وزير الخارجية. وفوجئنا أيضا بأنه العالم استنفر، وزراء الخارجية كانوا مستنفرين جدا وكانوا على وشك إبرام اتفاق معين. بغض النظر عن أن هذا الاتفاق يعني سيبرم أم لا، لكن أريد أن أفهم منك ما الذي يدعو إيران قبل أشهر فقط تسير المناورات وتهدد بإقفال مضيق هرمز وبالحرب الكبرى وبإحراق إسرائيل، وبعد أشهر فقط نبدأ نتحدث أول إزالة كل الملصقات ضد الولايات المتحدة، روح جديدة من التفاهم، تفاؤل إيجابي، كلام جديد في إيران، ما الذي يحصل؟ أولا عفوا، في موضوع الملصقات لم تزل كل الملصقات عن الولايات المتحدة، ملصقات جديدة وضعت ضد الولايات المتحدة وكانت واضحة المعالم تشير إلى المفاوضات. يعني في صورة أمريكي يرتدي ملابس نصفها عسكري ونصفها مدني، ومع صورة إيراني، يعني كانت تشير إلى أن يعني الإيراني الأمريكيين سيدوسونكم بالجزمة بهذا المعنى. وأنا أعتقد أن رفع هذه الملصقات جاء بأمر من المرشد آية الله علي خامنئي، وهو في يعني هذه الخطوة تصب في السياق اللي تحدثت حول حضرتك. بس هناك ملصقات ثابتة من زمان موجودة يعني على ضد الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني في زمن الإمام الخميني الراحل. ما أود أن أؤكد عليه وأشير إليه هو أنه في إيران هناك تغيير جدي يحصل، وهذا التغيير الجدي الذي يحصل هو ليس رغبة إيرانية رسمية، يعني هو ليس كما يريد المرشد آية الله علي خامنئي. هذا التغيير أو هذه الرغبة في التغيير جاءت على رغم أنف خامنئي وعلى رغم أنف قيادات الحرس الثوري المتشددين الذين يحيطون بالسيد خامنئي. تغيير مجتمعي؟ لا، الرغبة في التغيير، الرغبة في أن يحصل شيء ما. هذا الانفراج في الملف النووي، الانفراج في العلاقات مع الغرب، هناك حديث حتى عن انفراج في الداخل، بالرغم من أن يعني أنني أرصد أن الانفراج في الداخل لا يتوازى مع الانفراج في الخارج، بدليل أنه ما يزال معظم المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خصوصا في ما بعد الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2009 ما زالوا في الاعتقال، وخصوصا الزعيمين الإصلاحيين. يعني يوم أمس مرت الذكرى الألف يوم، مرور ألف يوم على احتجاز زعيمين إصلاحيين لا لشيء سوى لأنهما اعترضا على نتائج الانتخابات. واللطيفة اللطيف أن الاحتجاز تم ليس فقط يعني ليس بسبب الاعتراض على نتائج الانتخابات، وإنما بسبب تأييدهم للصحوة اللي خامنئي يتشدق بها، الصحوة الإسلامية التي عمت العالم العربي. وكانت هناك مظاهرات دعا لها الزعيمان الإصلاحيان في فبراير 2011 لتأييد الثورة المصرية والثورة التونسية التي يأتي خامنئي بعد ذلك ويطلق على الإنترنت موقعا خاصا باسم الصحوة الإسلامية، ويعتبر أن ما حصل في العالم العربي في تونس في مصر تحديدا هو نتيجة تأثرهم بالثورة الإسلامية في إيران. هذا كلام خامنئي. وهم أيدوه. أقول ذلك، لكن يأتي زعيمان إصلاحيان يدعوان لتأييد هذه الصحوة فيلقيا بالسجن وفي سجن بدون محاكمة. هذا أعتبر إنه هذا غمز من قناة المطالبة بصحوة في إيران مثلاً؟ لا، هو صراع على النفوذ. يعني طبعاً أنا أبرأ موسى وكروبي من الصراع على النفوذ، لكنه أنا أعتقد أن خامنئي يتعامل مع شخصيات مثل كروبي وموسوي بمزاجية شخصية. هناك يعني هذا ملف كبير إذا تحب نتحدث عنه، لماذا يصر خامنئي على يعني إذلال هؤلاء الزعماء الإصلاحيين خصوصا موسوي تحديدا،
لأن موسوي عمل مع خامنئي في فترة عصيبة جدا، كان رئيسا للوزراء في عهد الإمام الخميني في الفترة من 1981 إلى 1989، يعني حتى رحيل الإمام الخميني هو كان موسوي رئيس وزراء دولة تواجه العراق في حرب وحصار، وأمريكا والغرب كلهم ضد إيران. وكان خامنئي رئيسا شكليا، كان الدستور يعطي صلاحيات كبيرة لموسوي، وأراد عدة مرات خامنئي أن يزيل أو يعزل موسوي لكنه لم يتمكن من ذلك، لأن الإمام الخميني كان قد أصر عليه، فسمي في حينه برئيس وزراء الإمام أمير حسين موسوي. خامنئي لديه مشكلة مع موسوي كما قلت، يعني مشكلة شخصية، يعني هذا موسوي أذله في تلك الفترة فيريد أن ينتقم منه، كذلك حتى يريد أن ينتقم من رفسنجاني ومن الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي لنفس السبب، لأنه كلما يأتي رئيس جديد هو الذي يصبح قويا وخاتمي خامنئي يصبح ضعيفا. خامنئي تعامل مع رؤساء أقوياء وهذه مشكلته، فلهذا جاء بمحمود أحمد نجاد في 2005 رئيسا، كان رئيس بلدية وكان يريده أن يكون رئيس بلدية إيران، واصطدم معه في النهاية لأنه تحول من ممثل إلى 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 مخرج، ومحمود أحمدي نجاد يعمل ضمن مؤسسة مؤسسة كبيرة، وهو أحد لا أقول قياداتها لأنه هو مجرد آلة ينفذ ما يريدون منه، هذه المؤسسة تسمى بالمؤسسة الحجتية. مؤسسة الحجتية من أقطابها الكبار الآن هم الذين يحيطون بخامنئي والذين يمسكون بمفاصل اللعبة، آية الله جوادي آمولي، آية الله عفوا صادق لاريجاني آمولي رئيس القضاء، أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، محمد خاتمي إمام الجمعة في طهران، محمد يزدي زعماء الحوزة العلمية المتشددة، جامعة علماء الدين المناضلين اسمهم روحانية مبارز، وغيرها من التجمعات التي تقف خلفها مؤسسة الحجتية. ما أقوله وأرجع إليه هو أن الانتخابات التي حصلت في عام 2009 كانت مزيفة تماما ومزورة تماما، وقد حصلت ما سمي بالفتنة في إيران، واضطر خامنئي إلى أن يلقي بهؤلاء بالسجن ويلقي بالكثير من السجن، وحصلت قضية سجن كهريزة، كالاعتقالات، الاغتصابات، النظام كاد ينشق. المؤسسة نفسها هذه التي زورت الانتخابات أرادت أن تزور الانتخابات أيضا في عام في الانتخابات الأخيرة في يونيو وحزيران الماضي لصالح أحد المرشحين، كان يعني كان يراد أكثر شيء قاليباف، لكن خامنئي هنا تصدى، لأنه يعني كما وصلتني من معلومات من الداخل كان خامنئي يريد أن يكتفوا بالقدر الذي تدخلوا فيه، فمنعوا رفسنجاني، منعوا مشائي كما تعرف، ولم يكن يدر بخلدهم أن يفوز حسن روحاني، يعني كل هؤلاء الذين شاركوا في الانتخابات كانت هي بالضبط، كان يعني كانوا هم أهم شيء كان لديهم أن يتخلصوا من رفسنجاني ومن مشائي، يعني بعد أن انقلب عليهم أحمدي نجاد. فالذي حصل أن روحاني، يعني كل استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن روحاني هو الفائز، استطلاعات الرأي التي ينظمها الحرس الثوري، استطلاعات الرأي التي تنظمها مؤسسات إيرانية يعني على صلة قريبة بالنظام، كلها كانت تؤكد أن روحاني هو الفائز. فرفض خامنئي تزييف الانتخابات وتزويرها، خصوصا وأن روحاني هو أيضا إنسان يعني لم يحسب عليه يوما أنه كان في موقف مضاد للمرشد علي خامنئي، وهو لديه تجربة في الملفات الرئيسية، لديه موقف متضامن مع المرشد، لم يكن بهذا الحد، لكنه أيضا كان رافضا لاحتجاز واعتقال الإصلاحيين وخصوصا حسين موسى وكروبي. هو لم يصرح بشكل واضح، من يعني هي لعبته هنا، يعني حسن روحاني لم يتخذ موقفا واضحا كما اتخذه الرئيس الأسبق هاشم رفسنجاني من الانتخابات قبل الأخيرة. فلهذا فإن الشارع الإيراني كله كان يعني وقف إلى جانب حسن روحاني، ماذا يريد، يعني ماذا يفعل خامنئي؟ خامنئي كان يريد أساسا ما يسميه بفوز النظام في الانتخابات. فوز النظام في الانتخابات هو يعني فوز خامنئي، يعني كلما يذهب عدد كبير من الناخبين إلى صناديق الاقتراع هذا يعتبر من وجهة نظر السيد علي خامنئي فوز له، أن الناس لم يديروا ظهرهم لمجمل نظام ولاية الفقيه. حتى إذا تذكر هو أخذ
يعني أشبه بأن يتوسل بالمعارضة التي لا تؤمن بنظام الجمهورية الإسلامية، تعالوا وابدوا أصواتكم، أتلوا بأصواتكم ليكن لكم رأي فيما يحصل في البلاد في صناعة القرار. حصل ما حصل، ماذا يفعل خامنئي؟ حصل ما حصل. الانتخابات أي إشارات أعطتها للنظام السياسي الموجود؟ انتخابات تقول مفاجأة، البعض يعتبر أنه يعني خامنئي أتى بروحاني لأنه أفضل الموجود. لا، هو لم يأتي به، هو لم يأتي به طبعا، هو لكن أزاح من روحاني. روحاني جاء على رغم أنف النظام، لنقولها بصراحة، روحاني جاء لأن الشعب أراده، خلاص. هذا يعني نقطة على السطر. ماذا ما خامنئي كان يريد أساسا حتى قبل روحاني؟ يعني لو لم يأتي روحاني، لو جاء زعيم مثلا قاليباف لنفترض جدلا، لرأيت نفس التغيير الذي تراه حاليا؟ طبعا مع الفارق، لأن الأسلوب يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الذين يديرون العملية التفاوضية مع الغرب. إيران وصلت إلى مرحلة خطيرة من الأزمات الداخلية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى أزمات تتعلق بمشروعية النظام. كان الحديث سابقا يجري عن مقبولية النظام، الآن الحديث عن مشروعية النظام، يعني يقبلون بالنظام، يذهبون يصوتون فهم يقبلون به، من أمثال حركة تحرير إيران ومعظم الليبراليين بعد انشقاق الإصلاحيين، لنقول هكذا 2009 تقريبا الإصلاحيون انشقوا عن النظام. يعني أصبحت هناك جبهتان، جبهة الإصلاحيين الذين كما ذكرت لك في السابق يمثلهم زعيم إصلاحي يعتبر رئيس وزراء الإمام الخميني. يعني هذا النظام الآن الحالي الذي يقوده علي خامنئي عليه أكثر من علامة استفهام فيما يتعلق بمشروعيته. فماذا يتعين على المرشد أن يفعل؟ يجب أن يلجأ إلى الانسحاب التكتيكي أو الانسحاب لحفظ ماء الوجه. روحاني أفضل من يسمح ويمكن السيد علي خامنئي من الانسحاب ومن التراجع وممارسة التكتيكات السياسية أمام الغرب وحتى في الداخل، قلت لك ولو بمقدار، بطريقة تحفظ له ماء الوجه. هذا الذي يجري أستاذ نجاح. لهذا ينجح حسن روحاني. لهذا أنا أختلف مع الذين يقولون أنه بالنهاية الرأي للمرشد، أوكي، لكن المرشد هو الذي يريد التغيير. أستاذ نجاح، أريد أن أفهم منك، نحن خارج إيران عندما يقال أن هذه العقوبات الاقتصادية الدولية أثرت مباشرة على الداخل الإيراني وأن هناك أزمة اقتصادية، لا نرى ذلك في الشكل. في الشكل ماذا؟ المناورات مستمرة، التسليح مستمر، العروض العسكرية مستمرة، وسائل الإعلام الممولة من إيران تكثر، بالتالي أين هي صعوبات النظام الاقتصادي؟ هو أنت تعلم أخي محمد، يعني حتى النظام العراقي السابق صدام حسين إلى اليوم الأخير هو كان يجري مناورات ولديه إعلام في الغرب وفي الخارج يقبض فلوس ويصرف الأموال. العقوبات الاقتصادية في الغالب دائما تضر المواطن، نتائجها تظهر على كاهل المواطن. يعني عندما يكون رغيف الخبز كان في مثلا قيمته تومان، تومانين ثلاثة، الآن يصبح 1000 تومان و2000 تومان و3000 تومان و7000 تومان، كارثة. يعني عندما لا يتمكن المواطن العادي من أن يحصل على متطلبات الحياة الرئيسية إلا إذا الأسرة برمتها اشتغلت، يعني الزوج والزوجة والأبناء، هذه كارثة حتى يحافظوا على ماء وجوههم. وإلا يعني حصلت هناك مشاكل عديدة اجتماعية، السرقة، انتشار يعني لا أستطيع أن أتحدث بشكل واضح، حفاظا على سمعة الإيرانيين. والإيرانيون الناس يعني معروفين بالكرم ومعروفين بأن لديهم حضارة، لكن ماذا يفعلون؟ حصلت هناك بعض التظاهرات، حصلت هناك بعض الاحتجاجات، تذكر احتجاجات النقد، احتجاجات بازار طهران، حصلت هناك أزمات عديدة في الأماكن، في الأقاليم التي أنا أسميها بالأقاليم الساخنة، يعني الأقاليم التي تقطنها قوميات غير فارسية بشكل أساسي، حصلت اضطرابات كبيرة وما تزال اضطرابات كبيرة. يعني النظام الإيراني وجد إلى درجة مرعبة، أم بإمكان النظام أن يتحمل بإمكان العقد؟ لا، بإمكان النظام أن يسيطر عليها، لكنها بالنتيجة هي تخلف رمادا، أن النار ويبقى النار تحت الرماد، وهذا الرماد سيضر بالجمهورية الإسلامية. وهناك الكثير من المنظمات الانفصالية طورت من أدائها واتجهت نحو دول الغرب. صحيح الغرب لا يريد تفكيك إيران في الوقت الحاضر، لكنه بالنتيجة
أمام ما يجري في العالم العربي مما يسمى بالربيع العربي، هناك مصاعب كثيرة تواجه إيران، فعلى إيران أن تحلها. وأول ملف يجب أن تحله إيران في عهد روحاني هو الملف النووي. الملف النووي ربما تفاجأ عندما أقول لك بأن الحرس الثوري هو الذي يريد الآن حل الملف النووي، لأنه يحتاج إلى العملة الصعبة لصرفها في لبنان وفي سوريا وفي العراق والأزمات التي لتعزيز نفوذه. هذا الذي سأفهم منك، يعني هل موضوع البرنامج النووي موضوع تقني ننهي البرنامج النووي ونستمر في سياساتنا المعتادة أم لا؟ لكن أريد أن أفهم منك، عندما تحدثت عن كلمة سحرية تقول انسحاب خامنئي خطوتين، خطوة 1000 ميل، ما هو هامش الانسحاب؟ هامش الانسحاب أن حفظ النظام. خامنئي وهو الإمام الخميني الراحل قبله مقولة: حفظ النظام من أوجب الواجبات. هذا مبدأ ولاية الفقيه، يعني هو ليس اتهاما لهم، هذا النظام الذي تؤمن به الجمهورية الإسلامية. حفظ النظام حتى أوجبوا من الصلاة والصيام، وبدليل الإيرانيون في زمن الإمام الخميني قاطعوا الحج 3 سنوات لأنهم يعتقدون أن هذا يضر بمصالح النظام العليا. بعد مجزرة مكة 1989، حفظ النظام هو المهم. الآن إيران ليست، يعني إيران ليست على وشك السقوط. النظام الإيراني قوي، لديها جيش قوي، لديها حرس ثوري قوي، لديها حتى الاقتصاد كما ذكرت حضرتك، يعني في الخارج لا توجد هناك الكثير من الإشارات والدلالات على أن الاقتصاد الإيراني منهار، لكن الاقتصاد الإيراني ضعيف ومريض. والرئيس حسن روحاني قال علنا: لقد تسلمت الخزينة الإيرانية فارغة. فوجهت له انتقادات وكيف لا يوجد، يعني لا يوجد ما يصرفه على التضخم نسبة كبيرة جدا، يعني البنك المركزي يعترف بنسبة هو التضخم الحقيقي أكثر من هذه النسبة بعشرات الأضعاف نسبة التضخم. البطالة يحدث ولا حرج. إيران بلد شاب، لكنه الشباب لا يتمكنون من الحصول على فرص العمل. هذا النظام المفلس ما زال باستطاعته أن يمول حزب الله، أن يمول في سوريا، أن يمول الحوثيين، أن يكون لديه سياسة إعلامية ضخمة في العالم. فهو يريد أن تستمر هذه الماكينة. كيف تستمر ماكينة تمويل حزب الله، وكيف تستمر تمويل ماكينة تعزيز، أنا أسميها بتعزيز نفوذ إيران في هذه المناطق التي ذكرتها: اليمن، العراق، سوريا، لبنان، أفغانستان، حتى في أوروبا. هذا يحتاج إلى عملة صعبة، والعملة الصعبة لا تأتي إلا إذا رفعت العقوبات أو خففت هذه العقوبات. وهناك حديث أنه بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الشمالية وفي الهند وفي الصين بسبب الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على التعاملات البنكية سمح لها بالفترة الأخيرة بالحركة بعد أن انطلقت العجلة، لا أقول المفاوضات، عجلة التقارب أو يعني الغزل الإيراني الأمريكي في نيويورك في سبتمبر الماضي. وهذا طبعا يريح الإيرانيين، فلهذا أنا أقول أن الإيرانيين هذه المرة هم يفاوضون. قبل 2013 أو بالأحرى قبل مفاوضات جنيف 1 و2 الإيرانية طبعا النووية، ليست لا أعني سوريا، إيران لم تكن تفاوض. صحيح كانت هناك مساجلات، لا كانت مساجلات، ربما كان الإيرانيون يريدون التوصل إلى نتائج وفق قراءتهم هم، يعني وفق المقترحات التي هم يريدونها، بقاء التخصيب 20% وعجلة الوقود النووي يجب أن تستمر لصالحهم. الغرب كان يرفض ذلك، وطبعا هم لم يصلوا إلى نتيجة، لأنه الغرب يرفض، إيران تريد. الآن لا، إيران قدمت ما يمكن أن نسميها بالتنازلات. مخالب المشروع النووي الإيراني ما عادت تخرمش أو تجرح، لأنه المشروع النووي الإيراني الحالي، يعني بالمقترحات التي قدمها ظريف وقدمها الوفد الإيراني المفاوض، لن تؤذي إسرائيل أو الغرب، أو لن تتحول إلى مشروع عسكري، لأنهم يعني أولا قابل للسيطرة، ثانيا منع إيران من ولو لفترة من أن تقوم بتخصيب اليورانيوم صناعيا. هناك تخصيب غير صناعي 3.5%،
التخصيب الصناعي هو الذي يفوق العشرين أو بالأحرى هو التخصيب الذي يعني يتعلق بالوقود الإنتاج وقود نووي. ولهذه المشكلات يعني الفرنسيون تحدثوا عن مفاعل أراك وتحدثوا عن فوردو وضمن المشروع, وإن كان المقترح سريا لكن هذا اللي تحدثت عنه الوفود بعد الأزمة الأخيرة اللي انطلقت, يعني بعد ما عرقلت المفاوضات أو عرقلت توصل الاتفاق كان الحديث يتم عن أنه إيران في المستقبل البعيد ربما تلغي فوردو من الوجود. في السابق إيران لم تكن لا تريد أن تتحدث عن فوردو. عندما يتحدث حسن روحاني يقول, طبعا لست جازما لكنني أقصد أن عندما يتحدث حسن روحاني يقول أنه تخصيب اليورانيوم خط أحمر, هو لا يكذب لكنه أي تخصيب وكيف سيتم التخصيب وأي نسبة. في فلسفة السياسية ذكرت بمقول الإمام الخميني تحدث عن حفظ النظام. في وقت من الأوقات فهمنا رغم أن النظام لم يعترف بذلك, دائما كان يذكر بالفتوى ضد السلاح النووي, أن السلاح النووي الإيراني هو حاجة لحفظ النظام. هل حاليا أصبح هناك قناعة أنه لا, باستطاعتنا أن نحمي النظام بدون سلاح نووي؟ هل هذه قناعة نهائية أم تكتيكية؟ هو شوف, منذ البداية إيران لم تصرح ولم تعلن ولم يصدر منها ما يشير إلى أنها تريد الحصول على سلاح نووي منذ البداية. مشكلة الملف النووي الإيراني وهي مشكلة سياسية قبل أن تكون مشكلة تقنية, يعني حتى إذا خصبت إيران 20% وحتى إذا استدعت المزيد من أجهزة الطرد المركزي التي رب في المستقبل ممكن أن يعني أن يستفاد منها لإنتاج سلاح نووي مثل السكينة التي لديها هي سلاح ذو حدين, فهذا أيضا يجري ضمن إطار المعاهدة الدولية لحد من الأسلحة من انتشار الأسلحة النووية, وإيران موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي, بل أيضا موافقة في زمن روحاني عندما كان سكرتيرا أعلى للمجلس الأعلى للأمن القومي لإيران. أنا كنت موجود في تلك المفاوضات مع جاك ستروب وبقية الترويكا الأوروبية, قبلت بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح بالتفتيش المباغت, ولكنها أرجعت تطبيقه إلى موافقة البرلمان, وهذه أيضا يعني هو من الأساليب التكتيكية لمعرفة كيف ستتقدم هذه المفاوضات. تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% من 3.5% في تلك الفترة 2003 لحين أن والقبول بالبروتوكول الإضافي لحين أن يعني يعاد بناء الثقة. لم يحصل ذلك, جاء أحمد نجاد 2005 ورفع الأختام عن المنشآت النووية الإيرانية في منشأة أراك ومنشأة نطنس للتخصيب, واستمرت عجلة التخصيب, وصلت إيران إلى 20% 19.75%. برأيي الغرب هنا هو الذي أخطأ في التعامل مع إيران, هو الذي سمح, وأشار وزير الخارجية اللطيف وزير الخارجية الإيراني ظريف أول من أمس في إحدى مقابلاته مع القناة الثانية الإيرانية أشار إلى أن إيران استفادت من عامل الوقت لأن الغرب سمح لها بذلك. تحدث عن عدد أجهزة الطرد المركزي التي كانت موجودة سابقا وحاليا, قال من المسبب؟ المسبب هو كلما تتأخرون كلما نحن نتقدم نوويا, فتعالوا وقعوا معنا اتفاقية. إذن فإن المشكلة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة تقنية. إيران الآن تريد أن بأي شكل من الأشكال أن تنقل هذه المفاوضات من الجادة ومن السكة السياسية في جنيف وغيرها المآتا وإسطنبول وإلى مفاوضاتها داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا وصلت المفاوضات إلى هذا الحد أنا أعتقد أن إيران ستكون يعني لا تشكل خطرا على أحد, ويمكن التعامل معها كبقية الدول التي تمتلك قدرة على إنتاج اليورانيوم المخصب. أستاذ نجاح, في القسم الثاني سأسألك, إذا كان إيران فعلا لم تكن أو لم تصرح بأن لديها برنامج نووي عسكري, لماذا لم تكن شفافة واستسلمت لهذا؟ وعلى فكرة هو لهذا كلمة العالم. الشفافة المهمة, يعني هي لم تكن شفافة فصارت المخاوف والشكوك بأن إيران ربما تريد أن تكون. هل لديك تفسير آخر؟ لأنه إيران أخفت برنامجها النووي أكثر من 17 سنة, وبالتالي كان لديها نوايا أخرى. بالنتيجة لا, هي أخفت البرنامج, أخفت لم يعني البرنامج الذي أقصده هو تخصيب اليورانيوم. أما المفاعل موجود ويعرفون بالغرب, يعني وكان اتفاق مع زيمنس, وبعد زيمنس
صار الاتفاق مع الشركات الروسية. إيران أخفت نطنز وأخفت أراك، أخفت أن لديها برنامج للتخصيب. بعد ذلك طبعا جاءت المفاوضات ولم تفلح إيران في إعادة الثقة أو في كسب ثقة الغرب بسبب هذا العامل، هذا يعني عدم الشفافية. 2009 أيضا ظهرت منشأة فوردو. طيب أنتوا أخفيتوا علينا البرنامج ذاك 18 سنة، ليش ب 2009 ظهرت منشأة فوردو؟ طبعا إيران لديها تبريرات، لكن هذه التبريرات لم تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تقنع الغرب الذي هو بالأساس يشك بنوايا إيران، فحصل ما حصل. وإلا أنا يعني من خلال خبرتي في البرنامج النووي الإيراني وأعرف، وذهبت إلى رأيت بوشهر ورأيت بعض المنشآت في عندما كنت في إيران، وأعرف بعض علماء يعني مثلا صديقي الأستاذ حسين شهرستاني اشتغل في البرنامج النووي الإيراني، هو الآن وزير في العراق، في العراق. حدثني طويلا عن البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني يعني لا يمكن أن ينتج سلاحا نوويا بحسب ما يقولون، وبما أن إيران تريد وهي مستعدة، أنا أجزم أن إيران مستعدة للتوقيع على شراكة حتى مع الولايات المتحدة لتخصيب الأورانيوم بس داخل أراضيها، وبوجود الأمريكان ووجود المفتشين لأسباب إيديولوجية أو عملية، ممكن تكون لأسباب تتعلق بالغرور الوطني. يعني سنتوقف، لكن هناك سؤال كبير سنسأله في القسم الثاني. هناك من يعتبر أن كل هذه الهمهوجة حول البرنامج النووي الإيراني هو موضوع تقني، خصوصا أنه إيران دولة نفطية، دولة غاز لا تحتاج إلى الطاقة، وأنه كل هذه الهمهوجة كان هدفها تأكيد نفوذ إيران في المنطقة إقليميا. سنناقش ذلك بعد الفاصل. مساء الخير من جديد، سجلات في القسم الثاني مع ضيفنا هذا المساء الأستاذ نجاح محمد علي، وصحفي متخصص في الشؤون الإيراني، نلقي مجهر على المشهد الإيراني الراهن. أستاذ نجاح، هناك في التاريخ الحديث الاتحاد السوفيتي عندما أدرك غورباتشوف وتحدث عن الجلاسنوست والبريسترويكا، كانت يعني عبارات إصلاحية تجميلية نوعا ما، انهار الاتحاد السوفيتي. هل هذا الانفتاح الإصلاحي في موضوع هو سابقة في إيران قد تؤدي إلى ما أكبر من ذلك؟ هو هناك مخاوف، يعني البارحة تحديدا نائب قائد الأركان أو قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية أشاد بالمفاوضات التي تجري في جنيف، واعتبر أن الوفد الإيراني يتعامل بدهاء وبحنكة، لكنه قال أنني أشم رائحة تغيير، لم يقل تغيير النظام بشكل صريح، قال أشم رائحة تغيير نهج الجمهورية الإسلامية من هذه المفاوضات. هناك من يريد ذلك، وأنا لاحظت مع كل الأسف بعض الذين يعتبرون أنفسهم محللين في الشأن الإيراني أو خبراء في الشأن الإيراني ممن حضر معي في بعض القنوات، يعني في سجالات أخرى خارج هذه السجالات، كانوا أحدهم أشار بالضبط إلى حديثك هذا، قال لماذا لا يذهب حسن روحاني ويعلن كما أعلن غورباتشوف عن عهد جديد من الإصلاح؟ قلت له شوف، يعني أنتم تريدون تغيير النظام ولا تريدون مفاوضات عن للنووي؟ المفاوضات هي محصورة بالجانب النووي، بالتأكيد هناك تداعيات وهناك تأثير كبير جدا سيكون على علاقات إيران الإقليمية والدولية، خصوصا فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية التي لإيران فيها يد، يعني سواء كانت مشاركة أو سواء كانت متهمة، في البحرين، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في العراق، في 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 السعودية، في القطيف وغير ذلك. الإيرانيون يتحركون بذكاء وبحنكة، وحتى الإصلاحيين الذين شككت نهضتهم أو خلينا نسميها انتفاضتهم أو اعتراضهم ضد النظام بمشروعية النظام، هم لم يتعاونوا من أجل إسقاط النظام مع الأجانب. وإذا تذكر وزيرة الخارجية السابقة كلينتون سئلت في على الفضاء، في كانت هناك لديها افتتحوا السفارة الأمريكية الافتراضية على الإنترنت في طهران، وكانت قامت بمقابلة مع الإيرانيين الناطقين بالفارسية وبثتها مباشرة BBC فارسي وصوت أمريكا Voice of America Persian. فسألوها لماذا لم تدعموا الحركة الإصلاحية، قالت نحن عرضنا على موسوي وكروبي لكنهما رفضا. الإيرانيون لا يريدون إسقاط النظام،
يعني هذا هذا الإيرانيون الإصلاحيون الإيرانيون المعتدلون يريدون تغيير نهج النظام، يريدون هم ربما أنت عندما تجلس مع رفسنجاني أو مع خاتمي بل لا تريد أن تجلس معه، استمع إلى خطاباتهم السابقة كلها تتحدث أو تشير إلى أنه الشعب ربما ما عاد يريد الجمهورية الإسلامية. أعرضوا حتى ذات يوم عرض مير حسين موسوي اقتراحا قال لنعرض النتائج كل ما حصل على الاستفتاء العام، والاستفتاء العام يعني للجمهورية الإسلامية هي أساسا عرضت للاستفتاء العام، أما نعم أو لا في عام 1980 في نيسان فالشعب صوت بنعم، قالوا لنكرر نشوف الآن بعد ما هذا بعد هذه التصرفات التي عملتوها وهذا القمع الشديد المفرط الذي وجهت به يعني مظاهرات سلمية ماذا سيقول الشعب. لكن ورغم كل ذلك هم لا يجرؤون على أن يتحدثوا علانية عن تغيير النظام من نظام يقوده ولي فقيه إلى نظام مثلا دستوري برلماني رئاسي. بالعكس هناك همسات ارتفعت إلى السطح قبل هذه الانتخابات الأخيرة، حتى خامنئي أعلن عنها مباشرة أن, 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 أن يلغى منصب رئاسة الجمهورية لأنه أصبح يشكل لديهم صداعا، يلغى منصب الرئيس ويعتمدون النهج الأردني ملك أو ولي فقيه. الولي الفقيه هو كالملك، الولي الفقيه بيده كل الصلاحيات، هو يسمي رئيس وزراء للبرلمان والبرلمان يحاسبه ويغيره ويوافق عليه وهكذا. لكن هناك من يعتقد من الإيرانيين أن دعم المعتدلين ودعم مسيرة السيد روحاني سياسيا في الخارج وفي الداخل من شأنها أن تهمش المتطرفين وأن تؤدي إلى أن تصبح إيران على الأقل بلد مثل بقية البلدان التي تتعاطى مع الآخرين. على كل حال سنترك للتاريخ القادم يحدثنا عن تداعيات هذا الانفتاح الجديد على المجتمع وعلى المجتمع المدني على الأقل في إيران، لكن أريد أن أفهم منك أيضا في المنطقة هناك قلق واضح على الأقل خليجي سعودي من إمكانية وطبعا إسرائيلي من إمكانية هذا الاتفاق، لأن هناك فوقي سؤال آخر، هل هذا الاتفاق وبالتالي رفع العقوبات سيؤدي إلى عودة البحبوحة من العملات الصعبة لإيران وبالتالي سيؤدي إلى الاستمرار أكثر وأكثر في تقوية النفوذ الإيراني في المنطقة ليس في انسحاب النفوذ؟ هل هذا الموضوع بالنسبة للغرب موضوع النووي هو موضوع تقني ينتهي بمواضيع تقنية أم له ارتباط بحركة إيران في المنطقة؟ لا بلا شك يعني صحيح كلامك، لديه ارتباط بحركة إيران الإقليمية وحتى الدولية. الخليج لديه مبررات لأن يعرب عن مخاوفه، أقصد دول الخليج العربية لأن إيران أيضا دولة خليجية، دول الخليج العربية مثل السعودية لديها مبررات لأن عندها أيضا مشكلة في الداخل، عندها شيعة وعندها وهؤلاء الشيعة يتأثرون بالموقف الإيراني صحيح. الرسمي، ومع كل الأسف يعني نحن نشهد استقطابا طائفيا في المنطقة سواء كانت في سوريا في العراق في كل مكان. إلا أنني أعتقد هناك طبعا في إيران من يعتقد هناك في إيران يعني هؤلاء الذين يمسكون بالقبضة الحديدية هناك وبعض رجالات الدين يعتقدون بأنه نحن إذا تفاهمنا مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن الخليج يأتي صاغرا. أنا أعتقد بأن هذه النظرية خاطئة، وأعتقد أن السيد حسن روحاني ومن خلفه السيد هاشم رفسنجاني أيضا يعتقدون بأن هذه النظرية خاطئة. وإذا تذكر أنا كتبت مرة مقال الحل في الرياض وليس في جنيف، وهذا أنا من خلال قراءتي لما يجري في داخل إيران، وأعرف أن السيد حسن روحاني بعدما جاء بعلي شمخاني الأميرال علي شمخاني قائد البحرية السابق وزير الدفاع السابق الحائز على وسام من الملك عبد الله بسبب تحسين العلاقات مع إيران والسعودية، عندما جاء به وعينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعتقد أن الإيرانيين الذين يقودهم روحاني وهذه المجموعة لا يعتقدون بأهمية التفاهم مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج العربية الأخرى حتى
ليس فقط يطمئنونهم وإنما حتى أيضا يهمشون هؤلاء الذين يريدون إعادة كما تفضلت إعادة السطوة وإعادة النفوذ بعودة المداخيل من العملات الصعبة الإيرانية. لهذا هو يعني تحدث روحاني قبل يومين ثلاثة وتحدث يوم أمس تحديدا محمد جواد ظريف مطمئنا دول الخليج بالاسم العربية مطمئنهم قال لهم هذه المفاوضات أولا لا تخيفكم واطمئنوا هي محصورة في الجانب النووي وأصلا ليست معنية هذه المفاوضات بالعلاقات بين إيران وأمريكا هي تقنية محض تقنية وعندما ونحن نريد علاقات إيجابية جدا مع دول الخليج العربية والأولوية هي لدول الخليج العربية. طبعا في المقابل يعني يجب على دول الخليج العربية أيضا أن لا تواجه أو أن لا تستقبل خطوات حكومة حسن روحاني بمزيد من الخوف وبمزيد من التشكيك. لا استقبلوهم وتحدثوا معهم وستصلون إلى نتيجة. بل حتى موضوع الملف السوري حسن روحاني يعتقد بأهمية التفاوض مع السعودية ومع دول الخليج ولا يريد أن يكتفي فقط بالمفاوضات التي تجري تحت الطاولة مع الأمريكان ومع روسيا وغيرهم من الدول الفاعلة في الملف السوري حزب الله وغير حزب الله. هناك مشروع أن تنسحب جميع القوات غير النظامية تريده إيران وأعتقد قدمته إلى الأخضر الإبراهيمي أنه بالإمكان أن يصار إلى سحب جميع القوات النظامية كل المقاتلين الموجودين على الأرض في سوريا مرة واحدة حزب الله أبو الفضل العباس وبعض المستشارين والمقاتلين الإيرانيين وبالمقابل جبهة النصرة وداعش وكل ما هب ودب من تسميات إسلامية وغير إسلامية موجودة على الأرض في 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 سوريا. بل هناك مشروع قدمه قاسم سليماني يقضي بأنه إذا عندما تنسحب هذه المجموعات من يرفض ندخل نحن والسعوديون ونعمل على ضرب هذه تتحدث المنظمات. تكرر كلمة حسن روحاني يريد إلى أي درجة؟ طبعا كنا نعرف أيضا محمد خاتم الذي كان يريد واكتشفنا بعد ذلك أن ما باليد حيلة. إلى أي مدى حاليا مسموح لحسن روحاني أن يريد إلى حد معين؟ هو الفارق الكبير في قضية في يعني ما بين روحاني مع عهد روحاني وعهد خاتمي أن الخاتمي وجوبها من قبل قيادات الحرس الثوري وأولهم هذا قاسم سليماني ومجموعته في رسالة 23 قائدا عسكريا كبيرا والجهولة رسالة هددوا بالانقلاب رسالة مفتوحة أنه هذا الذي يجري ليس إصلاحا هذا هو تهديد مشروعية النظام ورسالة طويلة عريضة وقعها 23 ضابطا عسكريا كبيرا من قيادات الحرس الثوري الفاعلين أهمهم هذا قاسم سليماني ومحمد علي جعفري وصفوي وغيرهم. هؤلاء الآن يدعمون لا أقول يعني ليسوا من جناح روحاني لكنهم يدعمون روحاني ويؤيدونه في التوجه إلى الغرب والانفتاح على الغرب ويدعمون كل مفاوضاته الجارية حاليا. وحتى خامنئي بنفسه الذي يعني هؤلاء يعتبرون من رجالات خامنئي سمى الوفد المفاوض في إيران أعضاءه بأبناء الثورة فرزندان انقلاب قال هؤلاء أبناء الثورة سابقا هذه سابقة يعني كان خاتمي يجامل خامنئي كان يجامل خاتمي لكن خاتمي يذهب إلى نيويورك وتطلع صور في صحف إيرانية محافظة أنه خاتمي صافح لامرأة أو صافح ما أعرف شنو من يقول أن خاتمي يصلي من تشكيك بتدينه بتشكيك ب... الآن العهد اختلف حتى روحاني ذهب في الاجتماع السنوي لقادة الحرس الثوري وتحدث معهم بكل جرأة وبكل شفافية قال لهم أنتم وظيفتكم مقدسة وهي الحفاظ على الثورة وعلى مكاسبها لكن لا تتدخلوا بالسياسة. فجاء خامنئي اليوم التالي استقبلهم في نهاية مؤتمرهم الرئاسي أيد ضمن كلام روحاني لكنه قال يجب عليكم أن تكون عيونكم مفتوحة لكن لا تتدخل. هل التقارب الحاصل حاليا بين إيران والغرب سيؤدي آليا إلى مشاركة إيران في جنيف 2 وإلى قبول السعودية في مشاركة إيران في جنيف 2؟ بس للتذكير أن جيم كيري وزير الخارجية الأمريكي زار المملكة العربية السعودية بعد يومين مع احترام الائتلاف الوطني السوري أعلن أنه وبالتالي أيضا الأمريكي بإمكانه أن يضغط على المملكة العربية السعودية للقبول بإيران شريك في التسوية السورية. أنا أعتقد وهذا يعني ما أوده
أن يكون هناك تقارب إيراني سعودي قبل أن يكون هناك تقاربا إيرانيا أمريكيا، أو إذا حصل تقارب إيراني أمريكي يجب أن يؤدي إلى من الذي يجب أن يبادر؟ الإيرانيون مستعدين، وأنا أعتقد إيران عليها على الأقل أن إذا لم تبادر السعودية فعلى إيران أن تبادر. لا يضر هذا. كان كلام عن زيارة روحانية للسعودية ولا زالت مطروحة، يعني هو كان في هو مطروح. لماذا لماذا لا ينفذ؟ لماذا غدا لا يزور؟ ربما يزور، لا أدري، لكنني لست واثقا من أن روحاني لن أو سيتخلى عن الورقة السعودية. أنا أعتقد أن روحاني سيبقي على الورقة السعودية وسيهتم بالورقة السعودية. الورقة السعودية مهمة بالنسبة لهم كثيرا، بالنسبة للإيرانيين الذين يمثلهم حاليا روحاني، واشتغل على هذا التقارب الإيراني السعودي كثيرا رفسنجاني، ورفسنجاني هو من الداعمين لروحاني، ولا يريد روحاني أن يفرط بمثل هذه الورقة المهمة. صحيح العلاقات الإيرانية السعودية يعني ليست على ما يرام، لكن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقيات جيدة، وتم التوصل في عام 2001 إلى اتفاقية أمنية بين إيران والسعودية. وقع هذه الاتفاقية الأمنية الأمير نايف رحمه الله عليه ووزير الداخلية عبد الواحد موسى ولاري، وأنا أحد الذين كنت جالسا في المجلس، والله العظيم يعني شاهد، أنا صديقي كان وزير الداخلية عبد الواحد موسى ولاري، وكان يدعوني لمثل هذه الاجتماعات المهمة كوني صحفي أيضا. كان يمكن اتفاقية أمنية حتى تسليم مجرمين، والإيرانيون سلموا الكثير من عناصر القاعدة وذويهم وأسرهم إلى المملكة العربية السعودية وإلى غيرها من الدول العربية، طبعا وفق صفقات وفق معادلات. إيران يجب أن تبني علاقات إيجابية مع السعودية حتى تنجح في جنيف 2. مختبر العلاقة الإيرانية السعودية واضح جدا من خلال بلد اسمه لبنان. هناك فريق يعتبر أن إيران أخرجت النفوذ السعودي، انقلبت حكوميا إلى آخره لصالح حلفاء ضد حلفاء المملكة العربية السعودية. حتى الآن لهجة الحزب الله الحليف إيران في البلد لا يوحي أبدا بأن هناك فكرة تقارب بين السعودية وبين إيران. لماذا؟ لا، أنا لبنان، أنت طبعا أنت أعرف مني كثيرا في الساحة اللبنانية، لكنني أظن أن اللهجة اللي مثلا تقصد حسن نصر الله وكيف حزب الله طبعا لا حتى جاء يعني ذكر اسم المملكة العربية السعودية بالاسم. أنا أعتقد هذا كله يعني رفع البارومتر إلى 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 سقف أعلى، لأن هم يعتقدون الإيرانيون أيضا ومعهم حزب الله أن السعودية تريد أن يعتقدون أن السعودية تريد أن تشعل حربا أهلية جديدة في لبنان. ولهذا حسن روحاني تحدث في البرلمان عندما قدم وزير الرياضة والشباب، هو لم يشر مباشرة للسعودية، لكن قال أنه نحن نريد أن يكون لدينا دور إيجابي في المنطقة، ونحن مستعدون للمساهمة في حل مشكلات المنطقة. يجب أن أعيد الكرة وأقول إيران لن تخمد أي صراع إقليمي يكون طرفه تكون طرف فيه السعودية إلا بالتوافق مع السعودية. وخلينا نكون صريحين، السعودية متهمة من قبل الإيرانيين ومن قبل العراقيين بأنها خلف عمليات التفجير التي تحصل في العراق على نطاق واسع، وتحديدا العراقيين دائما في صحفهم وإعلامهم والمسؤولون يتهمون السعودية بذلك. لكن هل يعتبرون أنه هذه جزء من عدة الحرب؟ إذا جاء السلم، إذا السعودية بإمكانها أن تقلب الطاولة على إيران وعلى مصالحها في الكثير من أماكن النفوذ، فلماذا لا يتم التفاهم مع السعودية؟ يجب أن يذهبوا ويتفاهموا. وهو حتى في ذروة التهديدات الأمريكية بقصف سوريا كان هناك حديث عن إمكانية حصول لقاء بين بندر بن سلطان بن عبد العزيز وقاسم سليماني. إذن في إمكانية، فلماذا لا يتم التحرك بهذا الاتجاه؟ وأعتقد أن يعني قاسم سليماني أيضا ينتهج في الوقت الأخير النهج البراغماتي، يعني هو صحيح ثوري ومع النظام ومع المرشد، ودائما يذهب إلى حتى مجلس الخبراء الذي هو معني بصناعة القائد وانتخاب القائد وتقييم القائد، يذهب قاسم سليماني ويشرح لهم ويوجههم ويحاول أن يغسل أدمغتهم لسياسات الحرس الثوري. فلماذا لا يذهب إلى السعودية ويحصل ما يحصل؟ سأعيدك إلى الداخل الإيراني حاليا. هل هناك، لنتكلم عن النخبة خصوصا في كلامك أستاذ نجاح،
وكأنه لا يعني لا تعير اهتمام كبير لمن هم خارج النظام، بمعنى لمن هم خارج النخبة الحاكمة، من المجتمع، من مظاهر، من الذين خرجوا من المظاهرات، من شباب جديد إلى آخره. لكن في هذا المجتمع الذي تعود على بالعكس، هؤلاء هم الآن يصنعون المعادلة في إيران. أنت شوف مواقع التواصل الاجتماعي، هؤلاء الإيرانيون الذين هم دعموا روحاني في الانتخابات الأخيرة وفاز، كلهم معارضين للجمهورية الإسلامية، لكنهم يقفون مع روحاني من منطلق أنه دعم الاعتدال يعني تهميش التطرف. هل النظام الحاكم حاليا الذي هل بإمكانه أن يتوقف عن بيع منتجات من نوع الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، الممانعة، المظلومية الشيعية، كل ذلك هل ممكن إطفاء؟ والكلام عن ماذا بعد ذلك؟ عن التكنولوجيا والتطور والحضارة وماذا؟ شوف، أنت أشرت إلى قضية حساسة جدا وخطيرة. إيران إذا تخلت عن كل هذه ماذا يبقى للجمهورية الإسلامية؟ يعني أنتم لماذا أساسا لماذا ثرتم على الشاه؟ وتضحيات ودماء وقتل، وبعدين حرب عراقية إيرانية، مليون قتيل، من ليش؟ إيران لديها، يعني إيران الخميني التي ثارت على نظام الشاه، رفعت شعار القضية الفلسطينية، فلسطين تحديدا، ونصرة المستضعفين والمظلومين، ودعم المستضعفين والمظلومين أصبح مادة دستورية، يعني في الدستور، في دستور الجمهورية الإسلامية، إيران يجب أن تدعم المظلومين والمستضعفين بالعالم بما لا يتعارض معه. وهي طبعا معادلة شاقة وصعبة مع يعني نظرية أو فكرة التدخل في علاقات الدول، ولهذا أوجدت فيلق القدس، وقبل ذلك أوجدت مكتب دعم حركات التحرر في العالم. واللطيفة كان هذا المكتب كان لديه فرعان، فرع رسمي في وزارة الخارجية، وأنا اشتغلت فيه، أنا اشتغلت في هذا المكتب، مكتب دعم وزارة دعم مكتب حركات التحرر في العالم. مقابل المكتب موجود قسم التشريفات، يعني يأتي السفير السعودي ويأتي منها جبهة الثورة الإسلامية لتحرير الحجاز هنا بصراحة، يعني واحد مقابل الثاني. وكان هناك مكتب آخر في الحرس الثوري كان يقوده، وأيضا أنا يعني تعاونت معه، كان يقوده مهدي روحاني، صهر آية الله الراحل الخليفة الإمام المعزول حسين علي منتظري، بعدين أعدم مهدي الهاشمي، وتم حل هذا المكتب، مكتب دعم حركات التحرر، وعزز من مكانة فيلق القدس. كانت هي وحدة صغيرة باسم وحدة القدس، عززت من مكانتها، وأصبح فيلق القدس الآن يملك ما يقول عن 15,000 عنصر، مو مقاتل، لأنهم لا يقاتلون فيلق القدس في الأراضي، يعني هذه أكذوبة أن فيلق القدس يقاتل في سوريا. فيلق القدس كلهم رجال من الاستخبارات، لوجستيين، مخابراتيين، مفكرين، يقدمون دعما لوجستيا، فكريا، سياسيا، استشارات عسكرية. 15,000 على الأقل الآن يشكلون هذا الفيلق، فيلق القدس. هؤلاء مسؤولين عن دعم حركات التحرر. طيب، إذا تخلوا عن الموت لإسرائيل، يعني شنو؟ إيران أصبحت من دون طعم، مثل الماء، يعني لا طعم ولا لون ولا رائحة. هي طعم الجمهورية الإسلامية أنه يجب أن يبقى شعار الموت لإسرائيل، أما تحت الطاولة، فوق الطاولة، شتري تسوي روح تسوي. في فترة الحرب العراقية الإيرانية في 84 85 إيران جيت الشهيرة، صارت إيران جيت الشهيرة، واستقبلت إيران مستشار الأمن القومي الإيراني روب إسرائيلي، الأمريكي الأمريكي استقبلته في طهران، كان معه مساعدة أوليفر نورث، وشو اسمه نسيت، أوليفر نورث كان مساعد المستشار. وحصلت بعض المظاهرات، واللي كشف هذه المعلومات مهدي الهاشمي، ومهدي الهاشمي بعدين أعدم. وأزيدك من الشعر بيتا، من هم المسؤولون الذين التقى فيهم الإسرائيليون بالنيابة؟ يعني هذا من الشهر قرباني فار، الوسيط الإيراني التقى بمسؤولين من مكتب مير حسين الموسوي الذي هو من أشد المعارضين كان لإسرائيل ولأمريكا. يعني إيران فيها مساحة كبيرة من إمكانية التعامل مع الآخر من أجل حفظ النظام. أستاذ نجاح محمد علي، أشكرك جزيلا الشكر، طبعا لا يمل، وبتمنى أنه دائما تكون أشكرك. ضيفنا إذا كنت فاضلنا. أشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء. شكرا لك.